رجعنا معاكم مشاهدينا في برنامج شباب قول وفعل، ورجعنا من مشروع جدا جميل. الضيف اليوم منورنا في الاستديو ومعاه شغله يمكن احنا اغلبنا في ثقافتنا الخليجيه او ثقافتنا الكويتيه وايد نحبها. اول شيء خلينا نرحب بضيفنا حمد الصبيح صاحب مشروع يتوك. حياك الله معنا في اهلا برنامج بكم، شباب قول مشكورين وفعل. وما قصرتوا على اللقاء ومشكورين على دعمنا. يعطيك العافيه وحياك الله. واسم المشروع للامانه يذكرنا ببيت شعر جميل جدا للشاعر سعد علوش لما يقول: تدري وش اسوي لاظناني الشوق؟ اسوي بعيوني كذا، قصده يغمض، انزين، واقبلك واقربك واتوق واتوق واتوق. التوق شيء جميل جدا، والتوق جاي من الاشتياق، فما بالكم لما نربط الشوق بالتوق بالقهوه العربيه الاصيله الطيبه. الله. لما الواحد يتوق لها ويتوق انه يتذوقها. حياك الله معنا يا اخوي. مشكور، ما قصر. بعد المقدمه الجميله اللي قالها هاشم، دائما ما نقدر على لسانه الحلو، نبي نتعرف اول شيء على مشروع يتوق. يعني احنا اليوم قاعد نشوف عندنا عده وقهوه عربيه وريحه الاستديو تينن من الموضوع، فكلمنا عن مشروع يتوق. اولا ابي اتكلم عن يتوق. يتوق هي قهوه، جهاز الكتروني يقوم بالقهوه العربيه. والقهوة العربية بشكل عام كان صعب إعدادها، فكانوا الشباب أغلب جيلنا إنه يصعب إعداد القهوة، لأن تحتاج لها واحد ذو خبرة عشان يسوي القهوة، مقادير معينة عشان تطلع النار. مقادير معينة، وتبيك تكون يم النار على أساس إنها تسويها. فكرة يتوق هي دلة إلكترونية تقوم بمهام دلة التقليدية بمذاق نفسه. هذا بشكل عام. حلو، انزين، الشخص اللي يتوق حق هذه القهوه اكيد في انواع معينه، ابيك تسولف لي عنهم وابيك تقول لي ايضا الافكار المنوطه والمرتبطه بيتوق، لكن من بعد هذا التقرير الرائع ليتوق ونرجع نتواصل معاكم مره ثانيه بشباب قول وفعل. رجعنا معاكم مشاهدينا في برنامج شباب قول وفعل. قبل لا نطلع قبل شوي نشوف الفيديو اللي يعطينا كذي خلينا نقول قفزات على خطوات استعمال مثل ما ذكر الدلة الإلكترونية. كان قاعد يقول هاشم شغلة وتحت الهواء قاعد يتكلم عن أنواع القهوة الشمالية الجنوبية، شنو الطريقة. أيوة. فأنت كان وايد شادك موضوع أنواع القهوة. هذا هو، فتحت الهواء الأمانة وهكت أختي أنوار، لأن ما شاء الله عليهم بيتهم يتميزون في قهوة رائعة جدا، بس ما أبي أقول من وين. خلونا نقول شمالية جميلة، بس ما نبي نعرج من وين، نخليها شوي تشويق للمشاهد. فالسؤال عند أختي أنوار، ونبي نعرف يا أنوار يا أخوي شلون نفرق بين قهوة يتوق، يعني أي قهوة أخذ؟ مثلا أنا أحب القهوة الشمالية اللي تكون ثقيلة. أولا أنا بكون صريح وياك، هي القهوة العربية اللي عندنا كلها شقرة. حلو. تمتاز بالهيل والزعفران، مقدار ثابت مع الأربع نكهات. اللي يفرق وياك هي الخلطات الخاصة. يعني مثلا عندك شيء بالكلاسيك اللي هي تصير العادية، وعندك واحدة اللي هي تصير خلطة الخاصة اللي هي القصيمية اللي تصير فيها كوفي ميت، وفي واحدة بالمسمار، وفي واحدة بالزنجبيل. طبعا أول مرة تصير قهوة عربية بالزنجبيل، هذه امتازت فيها يتوق أن طلعت نكهة جديدة بمذاق تقليدي. هذا بشكل لا بعد في وايد خلطات يمكن الناس يعني تسويها كخلطه عشان تضيفها حق القهوه العربيه. انت صحيح. اختصرت عليهم هذه صحيح. الخطوه. خلينا نتكلم عن الخطوات اللي لازم، احنا شفنا قبل شوي فيديو صح. شنو مميزاتها بشكل صح. عام كدله الكترونيه. خلينا نتكلم عن اهم الخطوات. انا اليوم لما بستخدمها اكيد راح توفر علي وقت وايد صح. توفر علي جهد. ايه. خلينا نتعرف على خطوات استخدام دله يتوق. اولا دله يتوق فيها ميزتين. الميزه الاولى ان هي تسوي لك مقدار لتر و300، يعني انت مو بالمقابل لازم تسوي لتر و300، تقدر تسوي من 300 ملي الى لتر و300 على حسب الحاجه اللي انت تحتاج فيها. يعني من كم فنجان الى كم فنجان؟ من اربع فنايين الين 25 فنجان.
طبعا مرقم هذا داخل، مرقم داخل ومقاديرها موجودة. هذا واحد. رقم اثنين، الميزة اللي تساعد بعملية اعطاء الدلة ان هي ما تحتاج انك تكون قاعد يمها عشان تعد القهوة، انت مجرد ان تحط المقدار المكتوب عندك تتبع الخطوات وهي تسوي تقوم بعملية اعداد القهوة، وتحط التايمر طبعا. والتايمر طبعا، التايمر يعتمد على الشخص نفسه. ممتاز. انت من 5 دقائق الى 20 دقيقة تقدر تحضر القهوة. بس تختلف القهوة العربية، كل ما تعطيها وقت اكثر بعملية الطبخ زادت صارت احلى واثقل. صحيح. فهي تعتمد من شخص الى اخر. حلو. انزين، واحنا قاعدين نكمل اسئلتنا وخلونا نقول موضوعنا الجميل اللي توق الواحد انه يستشف ويجرب هذه القهوة الجميلة. تقدر تسويها يا اخوي على ما مثل ما يقولون ننجز على السؤال اللي بعده. اوكي حلو. انت قاعد تسوي، انا بسالك عادي ملتي تاسك؟ لا لا عادي، اي عادي راسي. شوف، يمكن الواحد يثبت على ايادي الابداع الكويتيه ويستمتع لما يشوف ابناء ديرته يقومون بالشغلات هذه. يعني انوار، هناك منافس لكن منافس كبير جدا، يمكن موجود على ارفف الجمعيات يا الصبح، صح ولا لا؟ صحيح. احنا نقول الكويتي ينفع، واحنا دائما ندعم المنتج الكويتي او المحلي، وهذاك عطانا منتج واحد الصبيح، عطانا 4 وصولا الى ان شاء الله بالمستقبل القريب. انزين، عده نكهات ممكن يسوونها بشركتهم. خلينا نقول المنافسه الشرسه، خاصه ان هذا نقدر نقول مونوبوليست او سوق احتكاري، ما في الا براندين وانت الثالث في هذا السوق. صحيح. انا بتكلم عن نقطه معينه، الناس اليوم وايد يعني يقلدون الشخص الناجح. احنا اول جهاز قام باعداد القهوه الكترونيا. حلو. عقبنا طلع مثلا منافسين يعني كثار بالموضوع هذا، مقلدين. بس الفرق ان الجهاز الوحيد الموجود الحين بالخليج انه يسوي لك فل اوتوماتيك، يعني معناها يتوك. كامل، يعني انه مجرد تحط الماي وتحط القهوه وهي تقوم باعدادها. حلو. غير الاجهزه الثانيه، الاجهزه الثانيه هي تحتاج خطوات معينه لاعدادها، مثلا تحضير الماي اصعب، يعني اصعب تحضير الماي، بعدين نضيف القهوه، بعدين نضيف التوابل اللي عليها. نعم. اليتوق تختلف انه تحط كل شيء مره واحده، هذا اللي يفرق عنها وعن وتحط التايمر وتحط انت. التايمر وهي تسوي كل شيء. طبعا في شغله احنا نحب ننوه عليها، فكره المشروع، يعني يمكن يصير لبس انه شنو هو نوع المشروع وهل هو من انتاجكم او غيره. خلينا نوضح هذه الفكره، ان هي براءه اختراع سعوديه. اوكي. هي بالنهايه احنا وكلاءها بالكويت. ممتاز. هي براءه اختراع سعوديه. نعم. قامت باختراعها السيده لطيفه الوعلان مع مجموعة مخترعين. نعم. معها بدعم من جامعة سعودية لإنتاج الدلة الإلكترونية اللي أنتم شايفينها الحين. احنا كشركة الصبيح بالكويت احنا وكلاء حصريين بتوزيعها بدولة الكويت. حلو. ممتاز. انزين، لما نتكلم عن مشروع مثل هذا، يعني اغلب المشاريع الناجحه بالكويت او اغلب السوق الناجح للمشاريع بالكويت يكون سوق الاطعمه وسوق الالبسه، خاصه النسائيه. نخلي النسائي للنسائي. والاطعمه احنا نروح للاطعمه، لان ما عندنا غير سينما واكل مثل ما نقول. صح. بالكويت الاقبال على يتوق، انا لو اشوف اسمها بس موجوده على الرف كذي راح يحوشني موتوق، راح يحوشني شيء ما ادري، شيء شاغب قلبي وهف قلبي عليها واخذها. فالاقبال على يتوق من بين المنافسين، كونها حتى الكلمه ترى مو اي احد يعرفها، ومو اي اسامي القهوه بعد لما مصنفها دفء القرنفل شذا زنجبيل، في اسماء كذي جميله تشد عشان. صح. انا يمكن هو هذا جانب تسويقي. هو شو من جانب تسويقي، وكلمه يتوق يت من كلمه الاشتياق مثل ما تفضلت، لان كان يوم من الايام ان الناس تتمنى ان في جهاز يقوم باعداد القهوه العربيه. أكيد. وهذا سبب اختيار الاسم على الجهاز الالكتروني اللي انتم شايفينه. ممتاز. طبعا حجم الاقبال اللي انت قاعد تتكلم فيه مساء، حجم الحمد لله جيد بالكويت. المشاريع، قصدي الجمعيات التعاونيه. قامت بدور كبير. ممتاز. تدخيلنا للجمعيات ودعمنا بطريقه مباشره، يعني خاصه المشاريع الشبابيه. احنا نشوفكم ما شاء الله بعد حمد نشيطين جدا، قبل يمكن لا نشوفكم هنا في هذا اللقاء، نشيطين جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. سواء انستغرام مثل ما انت ذكرت عندكم شوروم، ايضا يمكن الكثير من الناس المؤثرين او المشهورين في. صح. وسائل التواصل الاجتماعي كان لهم الكثير من لهم دور. دور. نعم، اكيد هذا دوركم بالبدايه، ان انتم قدرتوا بالفعل توصلون هذا المنتج حق المستهلك بشكل اسرع. فخلينا نتكلم الحين عن خاصيه من الخصائص. احنا شفنا قبل شوي قاعد تحط القهوه وبنفس الوقت الماي موجود فيه لقدر معين. شلون احنا نعتمد، خلينا نقول على ان القهوه خلاص الحين انا صارت عندي ذهبه، الحين احنا حطينا القهوه. صحيح. خلينا نكمل الخطوات ونعرف شلون تكون القهوه جاهزه. اوكي. اول شيء احنا نحدد الماي موجود داخل في مكيال معين. ممكن. على حسب كميه الماي انت تحدد مقادير القهوه. طبعا احنا الحين قاعد نتكلم على لتر،
مقادير الموجوده هي 6 كفاش طبعا. حلو. كل جهاز وياها قفشتها هي ممتاز. المقدار الثابت مالها. نحط اول شيء الماي، بعدين نحط 6 كفاش قهوه بالمشخار اللي داخل، نختار الوقت على حسب ذوقنا بالقهوه. يعني عندك من 5 الى 20 دقيقه تختار القهوه. هذا موجود عندي بالارشادات، موجود كل شيء بالارشادات. ونتحط ابدا تقوم القهوه باعدادها بس. هذا بشكل عام الاداء القهوه اللي قاعد يصير. حلو. والحين مثل ما نقول حطينا المقادير احنا والماي كان موجود، وننطر المكيال مال الماي مع المقادير على ما يصيرون او يغدون قهوه، لان الشباب ما شاء الله ورا انا قاعد اشوفهم تواقه على ذوق او على على على, على, على تذوق هذه القهوه. عاد تعال انت اول واحد صدق والله ما تقصرين يا اخوك، عاد انا صدق تكتني اتذوق القهوه هذه. خلصنا من سالفه النكهات وخلصنا من الامور الثانيه. كونك انت شاب يا حمد واقبلت على هذا المشروع، الموضوع كان يبي له جمله، الجمله المعهوده اللي تقول هده خله يتحدى. صحيح. انزين، فشو اللي تركته وشنو اللي هديته ودراستك شنو كانت اللي وصلت الى انك قمت تسوق ليتوق ويبت وكالتها بالكويت؟ اولا انا دراستي كانت محاسبه ما شاء الله، واتجهت للقطاع الخاص كوظيفه بدايه الامر. القطاع الخاص وفر يعني ساعدنا كشباب اعتماد على النفس، ان علمنا عمليه التحدي، علمنا ان عمليه ان ماكو شيء اسمه مستحيل، مع الاصرار والجهد كل شيء ممكن توصله. فكره يتوق اللي جتنا من البدايه احنا ندخلها الكويت هي كانت سابقه شفناها في الانترنت وكان فيها تكريم في السعوديه ان جهاز الكتروني يقوم باعداد القهوه العربيه. تعاقدنا وياهم دخلناها الكويت. كانت بالبدايه اول ما دخلنا الكويت كان مالنا منافس، فكانت الاقبال بالنسبه حق جيل الشباب انه شيء صعب اليوم اني اوفرها بالديوانيه، اوفرها بالمكتب، اوفرها بالدوام، ان احتاج واحد يعد لي القهوه، والقهوه العربيه هي شيء تقليدي تعطيه لكرام الضيافه، اذا ياك احد او دخل عليك احد لازم يكون عندك القهوه العربيه لان من عاداتنا وتقاليدنا، فكان هذا شيء وايد صعب بالنسبه لنا وهذا سبب اعداد القهوه. طبعا الجميل في الموضوع ان الاجابه الطيبه في موضوع جدا مهم، ان مثل هذه الاشياء تسهل وايد على الشباب مثل ما ذكر حمد. وايد اليوم احنا في عصر السرعه، اصلا كل شيء متوفر لنا بشكل الكتروني بشكل تكنولوجي، نقدر نحصل على كل شيء. من باب خلينا نقول ان محتاجين كل شيء يسهل علينا الوقت، شنو اكثر المواسم اللي تعتقد ان بالفعل انتم قادرين على تسويق هذا المنتج وتوصيله بشكل اكبر حق المستهلك؟ طبعا ما يخفي عليك موسم رمضان القهوة العربية شيء أساسي، فإحنا عادين يعني الأعداد الكامل للشهر الفضيل اللي جاي لأنه راح يكون في إقبال جدا كبير. والموسم الثاني هو موسم الشتاء، عادة الناس بالشتاء تحب تذوق القهوة العربية والمخيمات والشاليهات والجو العائلي، فإحنا خلال هالموسمين إحنا مرتبين العدة أن نكون يعني بأسرع وقت ممكن نوصل طلبات الزباين ونفس الوقت نلبي احتياجاتهم ان كانت القهوه او ان كانت الجهاز نفسه. اليوم حتى تصير الفكره يمكن هاشم الامهات الخاله الاخوات الكبار دائما يمكن نشوف ان حتى اذا توديها لهم هديه وايد يستانسون. راح يستمتعون خاصه بيمعاتكم ويمعات الاهل، لكن انا قاعد افكر فيها بطريقه ثانيه. بالدواوين، دواوين الريايل عندنا لما تدشين تلاقين نفس مدرج، انزين المدرج هذا احنا نحط عليه الدلال، انزين وكل ما زادت الدلال هذا دل على كرم الضيافه، فانا قاعد افكر فيها بطريقه مودرن. ويا جماعه لا تضحكون، ان كم يتوق اطلب على اساس احط على اساس ذا يو عندي الجماعه بالديوانيه اشيل الدلال وتكون جاهزه وجميله. انزين، التصميم عصري يا حمد والتصميم جميل جدا، هل في فكره لتطويره ونشبهه؟ هو طبعا شبيه للدله العاديه لكن نشبهه في الدله النحاس اللي هي تصير ذهبيه او نحاسيه كشكل مثلا. احنا ان شاء الله انت سبقتني بالاحداث، احنا ان شاء الله في فيرجن جديد نازل ان شاء الله خلال فتره قريبه، راح يكون في الوان اللي هي الفضه اللون الفضي واللون الذهبي اللي يكون شبيه للدله التقليديه. الهدف ان احنا ما سويناها نفس الدله التقليديه اللي تمتاز، من تشوفها راح تعرف ان هذه دله الكترونيه وليس دله اللي هي تقوم بالضيافه. ان كانهم سووا نسبريسو عشان الاسبريسو من بعد مليون سنه، عيالنا احنا سووا يتوق وحمد الصبيح ياب يتوق بالكويت وما نطق الطار مقلوب. يلا لا تزعلون الاسبريسو، ترى يتوق غير عنكم ونحبهم ترى. ترى هاشم في شغله وايد مهمه، يعني احنا فطنا عليها نفس خلينا نقول سخان الماي، ايش كثر الحين سوى عندنا انه هو شيء اساسي موجود في كل بيت. اعتقد انه بالفعل شيء مثل هذه المشاريع اليوم راح يصير عندنا شيء اساسي موجود في كل مكان، يمكن ايضا وايد ناس في احتفالاتهم في اعراسهم في هذا مثل هذه الاشياء تسهل عليهم الوقت. صحيح. توفر عليهم المجهود، تلاقي هالشيء خلاص صار مجرد انه خطوه سريعه وانا اخلص
اخلص ويعني اوزع القهوه او اني انا اكون سريعه جدا في الضيافه ويوفر علي الوقت، هل تلجؤون الى عمل عقود مع جهات مختصه مثل هذه الامور مع في مؤتمرات او اعراس او صالات اعراس او غيره؟ والله احنا الحين لله الحمد وقعنا مع تقريبا اكثر من بنك ان نوفر لهم القهوه ونوفر لهم الجهاز، لان الجهاز يوفر عليهم شغلتين، اول شيء وسيله امنه لما تكون بالافرع ما تحتاج لها تكون لها مثلا مكان لغاز او نار. رغم اثنين الوقت، اليوم القهوه العاديه لما تسويها تحضرها بالطريقه التقليديه تاخذ منك وقت تحضيرها، دله يتوق توفر عليك 70% من الوقت. فهذا اليوم احنا مثل ما تطرقتي مساء عصر السرعه ونفس الوقت الأمانة اللي فيها، فيها نظام تايمر أنه تحفظ على الحرارة أنه ما تي مثلا تفور عندك القهوة ولا لازم نجابلينها مثلا بعد مرات إذا نسيتيها على النار فارت، هي فيها نظام أنه تحافظ على القهوة وتمنع الفوران. نعم. اللي فيها ممتاز. حلو أخوي حمد، يمكن أحد حبايبنا أخونا نايف الودعاني أحد المصورين الجميلين اللي دائما أشتغل معاهم قاعد يقول إنزين دفعنا الفلوس إنزين ما نبيك تقول السعر أو مثل ما يقولون حساب الشغل على الهواء، لكن أنا أتصور أنها ما هي غالية وايد. صحيح. إنزين دفعنا الفلوس وطلبناها منكم عن طريق الإنستغرام أو غيره، البروسيس مال إني أشوف يتوق وتوصلني إيش كثر؟ ساعة ونص من طلبك. ساعة ونص من طلبك يعني ما تأخذ نفس المواقع الثانية يومين؟ لا لا لا. أو ثلاثة أو غيره؟ لأن السبب احنا مختصين بس بهالجهاز والقهوه. ممتاز. يعني انت اذا طلبت من الويب سايت ولا طلبت من الخدمه الهاتفيه احنا الفرع كله شغال على المنتجات اللي انت شايفها، منتج واحد اللي هو يتو وطريقه الانجاز في العمليه، فمتفرغين تماما. الشغله الجميله ايضا في الموضوع ان اليوم في توفير حتى حق طريقه استهلاك القهوه، موجوده القهوه بالجمعيات. صحيح. متوفره، يعني موضوع مو بس الدله الالكترونيه، ايضا نوع القهوه، وايد ناس يمكن اذا يبون يسوون قهوة مضبوطة أو لها نكهة معينة قبلها بيوم مرات. صح. يذهبون الخلطة علشان يطلع فيها تكون ثقيلة بطريقة معينة أو لها نكهة معينة. خلينا نتكلم عن الخلطات، أنت من وين يبكلي دفء القرنفل؟ من وين يبكلي شذا زنجبيل؟ الخلطات هذه إيش كثر أنتوا تعتقدون أنه بالفعل هي راح توصل حق المستهلك وأن هي هذه ذوق المستهلك؟ احنا أول شيء سوينا دراسة في السوق إن كان سوق الخليجي بشكل عام وليس الكويتي. ممتاز. شفنا ان الاذواق تختلف من شخص الى اخر، في ناس تحب القهوه بالمسمار، في ناس تحب القهوه بطريقه الكوفي ميت، في ناس تحب القهوه بطريقتها الاصليه. فيو سووا نظام خليط بين الاربع نكهات، فصار عندنا اللي هي دفء القرنفل تمتاز ان فيها مسمار. صارت عندك الخلطة القصيمية اللي يصير فيها الكوفي ميت فسموها خلطة يتوق بالاسم يتوق، وصار عندك اللي هي خلطة كلاسيك اللي هي العادية، ضافوا عليهم خلطة واحدة اللي هي الزنجبيل، فوائد الزنجبيل. اي الزنجبيل من كثر فوائده الموجودة وخاصة بالشتاء الناس ترغب الزنجبيل، فطلعوا نكهة الزنجبيل لموسم الشتاء، لأن مما أنت عارف أن الزنجبيل بالشتاء يأخذونه عشان الناس تدفى فيه أو تحب هالمشروب، فقالوا خلينا نضيفها على القهوة العربية العلاجية. اي ونفس فوائد العلاجية، فقالوا خلينا نضيفها بالقهوة ونمتاز فيها ان ما حد سواها من صحيح. اول صحيح. هذا يعني كان شيء احنا نتساءل عنه ان الزنجبيل اليوم دش بالقهوه العربيه، فهمنا لما يدش بالشاي شيء جديد. فما حاجه يعني للامانه الواحد يستغرب من واقع الابداعات الجميله. يعني كل تحيه ايضا للشيف بدر القطامي اللي وكلنا مره باستا بطعم شنو؟ الباستا مالته كانت بطعم الفيمتو سبيشال اللي كان مسويها حق الكويت، فشيء جميل جدا لو توصلنا الدله والنكهات الرائعه معاها. لكن واحد كلمزي نفسي انا يمشي ويطيح الاغراض، يمشي ويعفس الدنيا بس مرتب بنفس الوقت، هل مكفوله الدله هذه مع الاشياء اللي تجي معاها؟ طبعا هي مكفوله سنه من تاريخ شرائك لها. والنقطه الثانيه ان الدله كلها مصنوعه من معدن سانستيل، فانت ما راح تخاف انه والله تطيح منك تنكسر او انه تخترب، هي فيها كفاله سنه من تاريخ شرائك، والدله بشكل عام مصنوعه من معدن سانستيل ليحميها من الصدى. صحيح. لان القهوه معروف تسول. هذا المعدن بالذات معروف وش كثر هو امن وبنفس الوقت تحمله. بالضبط يتحمل، انت وايد راح تتفادى عمليه الصدى، عمليه التلف، عمليه التعفن مرات تصير داخل. صحيح. المعادن او التاكل، فالحمد لله ان فيها كل سبل الوقايه خلينا نقول الاشياء. احنا كذي وصلنا معاك لختام اللقاء،
بس الحلو اللي كنت معلق عليه ريحة القهوة. أنا والله ريحة القهوة هفتني إنزين، والراس سندر والراس دار بطريقة جميلة وإيجابية. فإحنا نقول كل الشكر حق أخونا حمد الصبيح، وقاعدين تشوفون الإنستغرام مال يوتيوب حق اللي حاب إنه يطلب. أنا من الحين طالب دلتين، تبين يا أخوك؟ أكيد. أنا بطلب دلتين. أنا قبلك. زين، والثالثة حق خياتنا أنوار وحق حبيب القلب زوجها أبو جاهر. كل الشكر لك يا الغالي حمد الصبيح، ربي يوفقك ومنها للأعلى في هذا المشروع الرائع يا أخوي. مشكور وما قصرتوا، ونشكر تلفزيون الكويت على دعم الشباب وإتاحة لنا الفرصة لعرض منتجاتنا. حياك الله، نورتنا في برنامج شباب قلب. احنا راح نروح معاكم مشاهدينا تقرير، وراجعين بعدها نكمل فقراتنا لهذا اليوم.